أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ بالصحافة المحلية ومنشطات صحيفة الأخبار. الرئيس يختتم زيارته لطوكيو ويصل سول اليوم. السيسي يؤكد فرص أمام الشركات اليابانية لتصنيع منتجاتها بمصر وتصديرها للعالم. 2.5 مليار دولار لإنشاء محطة للطاقة من الفحم ومشروع للتنقيب عن الغاز بالمياه العميقة. تأييد عربي لدعم أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية. نقرأ أيضا من منشطات صحيفة اليوم السابع. السيسي في كوريا بحصاد ثمين من اليابان. البدء في الحي السكني بالعاصمة الإدارية نهاية مارس. لجان من التعليم والأزهر والكنيسة لتنقيح مناهج الدين. الأوقاف تطلق مجالس للإفتاء بالمساجد الكبرى. إلى منشطات صحيفة المصري اليوم. الحكومة تبدأ إنقاذ المصانع من العاشر. تشغيل 15 مصنعا متوقفا ومناطق صناعية جديدة قريبا. خطة السيسي في كوريا الجنوبية. 10 اتفاقات لضخ استثمارات جديدة. الأطباء تستدعي وزير الصحة للتحقيق والوزارة تؤكد قراركم في حكم العدم. نقرأ أيضا من صحيفة الشروق. خلافات بمجلس النواب حول مراجعة مجلس الدولة للقوانين. في قضية ريجيني مساعد وزير العدل والنيابة لم يتم استدعاء رئيس الطب الشرعي للتحقيق. ومصدر أمني ما ذكرته وكالة رويترز شائعات هدفها الإضرار بالأمن القومي. تشغيل تجريبي للتاكسي النهري 20 جنيه سعر التذكرة من المعادي للتحرير ووعود بتخفيضها مستقبلا. عودة لصحيفة اليوم السابع ومقال الكاتب ابن الدولة تحت عنوان دروس الرئيس في زيارة اليابان، مؤكدا أن طوكيو تجربة مهمة في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا لمواجهة أزمات المرور والبنية الأساسية. زيارة الرئيس لليابان تمثل نوعا من الإلهام لتحقيق الطموح والتقدم التكنولوجي والاقتصادي والإداري. وقد مثلت زيارات الرئيس ولقاءاته والانفتاح على آسيا تجربة مهمة في رسم خريطة السياسات الخارجية المصرية وتبادل الخبرات لإنهاء الاعتماد على قطب واحد في السياسة، وهي تجربة يتوقع أن تؤتي ثمارها خلال فترات قصيرة ومتوسطة. جولة الرئيس الآسيوية جاءت بعد جولة أفريقية، لكن زيارة اليابان مثلت نقلة نوعية في رسم التصورات المستقبلية المصرية، خاصة بعد توقيع اتفاقية شراكة في مجال التعليم. الخلافات والجدل وتبادل الاتهامات داخل وخارج البرلمان سيطرت على مقالات صحف اليوم، منها عمود الشعر الكبير فاروق ويدا بصحيفة الأهرام، مؤكدا أن الحرائق التي اشتعلت في كل مكان بدأت صغيرة ثم تحولت إلى ساحات معارك واسعة تستخدم فيها كل أساليب التردي والسقوط. ماذا سنفعل الآن أمام أشباح تطارد المجتمع وتحاصر الناس والحرائق تشتعل كل يوم؟ ماذا نقول للعالم عن هذه المهاترات التي تقتحم البيوت كل ليلة؟ ماذا نقول عن بلد العقاد وطه حسين وأحمد شوقي؟ ماذا نقول عن الحوار الراقي والإبداع الخلاق؟ إننا كل ليلة نهدم شيئا في هذا الصرح العظيم، نختلف على تفاهات وأفكار نطلق عليها ظلما وإبداع أو ظلما للإبداع. نقف جميعا وكل الأشياء الجميلة حولنا تحترق والعالم يشاهدنا من بعيد ويتساءل ماذا جرى للمصريين؟ نتحول إلى الصحف العربية ونبدأ بمنشطات صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. بحاح يصل إلى عدن والملف الأمني في أولويات مهامه. المنسق الأممي لشؤون الإنسانية 14 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة. خطاب يائس للأسد وتناغم أمريكي روسي كردي حول الفيدرالية. ديمستورا يؤجل المحادثات السورية إلى 9 مارس.
نقرأ أيضا من صحيفة القبس الكويتية: قوات بريطانية إلى تونس لصد تنظيم داعش ومنعه من دخول البلاد عبر الحدود مع ليبيا. السعودية: التحالف الدولي بحث سياسيا إمكانية التوغل بريا في سوريا. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر: الأمريكيون يستخدمون أسلحة معلوماتية في حربهم ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. من أبرز عناوين صحيفة الخليج الإماراتية: شهيد و15 جريحا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بمخيم قلانديا. هدم منزل في سلوان بالقدس والاعتداء على فلسطينيين بنابلس واعتقال 37 بالضفة. مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم الملف الليبي بحضور كوبلر. داعش يجند انتحاريات وواشنطن تستبعد هزيمته دون تدخلها. نطلع من صحيفة القدس العربية في العراق: هجوم على تنظيم الدولة في جزيرة سامراء. البرلمان رفع جلسته احتجاجا على تردي الوضع الأمني. اشتباكات عنيفة في شمال الأردن مع عشرات الجهاديين المسلحين وعملية أمنية كبيرة في مدينة إربد. لازالت الأزمة السورية تتصدر مقالات الرأي في الصحف العربية، منها مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان: ماذا لو ماتت الهدنة السورية؟ يقول المقال: بسبب قلة الحيلة تجاه المعضلة السورية، لجأ بعض مسوقي المبادرات الدولية في الأمم المتحدة إلى لغة الأمنيات وبث التفاؤل، والأهم هو وجوب التفريق بين الوهم والحقيقة. هل يستطيع بشار وشبكاته النزول من صخرة الحرب لسهل السياسة؟ وهل تستطيع إيران القبول بسوريا غير التي تصورتها؟ هل ستنسحب روسيا بسهولة من سوريا بمجرد ولادة سوريا جديدة؟ الحل السياسي هو الأفضل والأسلم، وكل عاقل يريده، لكن من الخطأ بل الخطيئة المزج بين الحقيقة والخيال، ما يمكن التفاوض عليه وما يجب القتال من أجله. التدخل الإيراني في المنطقة رصدته صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها، مؤكدة أن دعم إيران للإرهاب يعتبر من الكبائر السياسية التي لا يمكن قبولها. قالت الصحيفة: تتعامى إيران عن الإرهاب الذي تقوم بتمويله ودعمه، فالإرهاب عندها من نوع واحد فقط، لكنها عند الحديث عن فصائلها الإرهابية التي تنشط في لبنان وسوريا والعراق واليمن تدفن رأسها في الرمال. الإرهاب هو الإرهاب، ولقد آن الأوان أن نقول لإيران ومن يعمل معها في هذه المنطقة: كفى. فمنذ بدء مشروعها لتصدير الثورة لم تستقر منطقتنا يوما واحدا، وغرقت في حروب وصراعات دمرت بنية المنطقة. ونتساءل هنا عن التوقيت المفترض لأن يصحو العقلاء في إيران وينهوا هذه المآسي. نتحول إلى الصحف العالمية، حيث أجرت صحيفة ذا أساهاي سامسون اليابانية حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أن تنظيم داعش يمثل أكبر خطر على الإنسانية كلها، وأضاف: يتعين على العالم أن يتخذ موقفا موحدا إزاء مكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. هناك احتمالات لتطور الأوضاع في ليبيا، وإذا سقطت ليبيا فيمكن أن تتحول إلى قاعدة لانتشار الإرهاب في كل البلدان المجاورة وأوروبا. إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نطالع منها: ترامب يحصد الأصوات خلال انتخابات الثلاثاء الكبير ويصبح المرشح الأقرب لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري. اشتباكات بين المهاجرين والشرطة الفرنسية على خلفية هدم مخيم لهم بكالي، والحادثة تعكس تدابير أوسع في جميع أنحاء أوروبا لتشديد الرقابة على عبور اللاجئين. نتابع قراءتنا من جريدة نيويورك تايمز التي كتبت: اعتقال أحد مقاتلي داعش يفتح صفحة جديدة في الصراع مع المنظمة الإرهابية. قوات العمليات الخاصة الأمريكية تأسر أحد
كبار قادة داعش في العراق وتستعد لاستجواب عدد آخر خلال الأشهر المقبلة. تركيا تخفف من حظر التجوال في مدينة سيزر الكردية بعد 3 أسابيع من بدء عملياتها العسكرية هناك. ننتقل إلى الصحف الفرنسية ونقرأ من جريدة لوموند: في سوريا روسيا ونظام وداعش يعملان معا لاستغلال مجمع الغاز شرق البلاد. خطأ بأجهزة الجي بي أس يقود جنديين إسرائيليين إلى داخل مخيم قلانديا للاجئين الفلسطينيين، واللاجئون يستقبلونهما بالحجارة وقنابل المولوتوف. الرئيس عبد الفتاح السيسي اختص جريدة نيكاي كبرى الصحف اليابانية بكتابة مقال تناول خلاله المتغيرات والتحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تحت عنوان مصر الواقع والتحديات والتطلعات. يقول المقال: لقد كانت مصر في طليعة دول الشرق الأوسط التي هبت عليها رياح التغيير في يناير 2011، واصطدمت الطموحات المصرية بمحاولات اختطاف ثورتهم، ولكن الشعب صوب مساره. وتتواكب عملية البناء الجارية مع جهود دؤوبة لمكافحة الإرهاب لتوفير الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات. وإذا تنقذ مصر حاليا العديد من المشروعات التنموية، فإنها تتطلع للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع اليابان في شتى مناحيه ليتناسب مع مستوى العلاقات السياسية والثقافية المميزة بين البلدين. لازالت الأزمة السورية تلقي بظلالها على مقال الرأي العالمية، ومنها صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية التي أكدت أن القصف العشوائي المتعمد لسوريا يفاقم من أزمة اللاجئين السوريين. صرخة تحذير أطلقها قائد الناتو من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم ظاهرة الهجرة كسلاح لكسر أوروبا. الأمر إذ قد يكون متعمدا، فالقصف الروسي العشوائي لمناطق التجمعات السكنية السورية المكتظة بالسكان دفع الكثير منهم للاتجاه نحو أوروبا وإغراقها بملايين المهاجرين. الأزمة في تفاقم مستمر، لا سيما بعد تكدس المهاجرين على الحدود المقدونية اليونانية واتخاذ الحكومة النمساوية لإجراءات أكثر تشددا حيال قبول المزيد منهم. والحقيقة أن الأزمة نجحت في تهديد أوروبا، لا سيما أن ثلث المهاجرين الجدد من الأطفال. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. ختام الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.